بغداد في مهمة وساطة بين أحزاب الشمال بعد اشتداد مؤشرات التباعد والانقسام. منظومة الفساد في الأنبار محمية بالغطاء السياسي، والشبهات تضع الحلبوسي في دائرة الاتهام. إذن مشاهدينا، بعد اشتداد مؤشرات التباعد بين الحزبين الكرديين ونموها إثر الانغلاق في قنوات التواصل بينهما، تطرح معطيات جديدة ونوعية في الساحة السياسية تقوم على مسار حل يهدف لتقريب وجهات النظر من خلال إدخال رئيس الوزراء كطرف يهدم هذه الهوة. هذه المصادر المطلعة تعزز إفادتها نظرا لما يحمله الشخص الوسيط من مقبولية سياسية يمكن معها الولوج لصيغ حل تنهي الأزمة المستعرة ربما والتراشق السياسي في الإقليم. وإذا ما ترجمت هذه الوساطة فهي تعد انتقالة مميزة في لجوء أحزاب الشمال للحلول الداخلية، والإيمان ببغداد هي العمق الحقيقي وتبعد فرضيات التدخل الإقليمي والدولي. أما في ملفنا الثاني لحصاد الليلة مشاهدينا وفي الأنبار، منظومة فساد، هكذا تشير المعطيات الأولية للاستقدامات القضائية التي طالت مسؤولين في الحكومة المحلية، وتعطي دلائل عن استشراء ثقافة الفساد وهي محمية بغطاء سياسي من الحزب الحاكم. قصص تتوارد باستمرار عن حجم ملفات الفساد التي ترتكبها أضلاع مهمة قد تصل لرئيس البرلمان، فضلا عن كون هذه المخالفات التقت مع الجهود المبذولة من قبل أطراف سنية والتي حركت من ثبات رئيس البرلمان بمنصبه الحالي بعد أن وضعته في دائرة الاتهام. هذه ملفات حصدنا لهذه الليلة ونتابعها ونناقشها مع ضيوفنا، ونرجو أن تبقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا، وللحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف الأول من الحصاد نرحب بضيوفنا الكرام بالصوت والصورة من بغداد، المحلل السياسي الدكتور هيثم الخزعلي. أهلا بكم دكتور، وكذلك الترحيب بعضو الاتحاد الوطني الكردستاني السيد ديار القراوي، انضم لنا مباشرة عبر سكايب من دهوك. أهلا بكم سيد ديار، وأود أن أبدأ معك سيد ديار. يعني الخلافات قبل مدة شبه انتهت ما بين الاتحاد والديمقراطي بعد التوصل لمرشح تسوية المنصب رئاسة الجمهورية كما كنا نتوقع، شنو خلى هذه الخلافات تتجدد؟ يعني خلاف حاليا مالي إداري أم أمني؟ تحايا طيبة لكم جميعا ومرحبا بضيفك الكريم. حقيقة هذه الخلافات بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني بين الفينة والأخرى تظهر إلى السطح، وهذه الخلافات نراه شيء طبيعي لأننا حزبين متنافسين، لكن الآونة الأخيرة وبعد حسم موضوع ملف رئاسة الجمهورية وتشكيل حكومة ائتلافية، وشاركنا أكثر طرفين أساسيين في أقليم كردستان من ضمن ائتلاف إدارة الدولة، برزت خلافات حقيقة داخل الأقليم وداخل تحديدا حول مسائل الإدارية والمالية وحتى الأمنية بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني وفي الحكومة. نحن كاتحاد الوطني رأينا أن الاحتكار من طرف الحزب الديمقراطي وكذلك
التفرد بالقرارات والتميز بين المدن، وكذلك الخلافات تتعلق بالمسائل المادية والمسائل المالية. كل هذه الخلافات أدت إلى مقاطعات السيد قباط طالباني وفريق الاتحاد الوطني الكردستاني ومنذ أكثر من 6 أشهر، ومقاطعة لكل الاجتماعات في مجلس النواب، عفوا مجلس الوزراء في حكومة أقليم الكردستان. لكن في الآونة الأخيرة طيب، لكن أود أن أسألك أيضا، هل أغلقت قنوات التواصل ما بين الحزبين الكرديين إلى درجة الذهاب إلى بغداد من أجل التوسط لحل هذا الخلاف بينهما؟ حقيقة الخلافات ازدادت وتعمقت أكثر، و يعني لجأت إلى مسائل إلى المقاطعة في حكومة أقليم. حقيقة هذه الخلافات كانت كثيرة، ولكن في الآونة الأخيرة بدأت الوساطات سواء كانت أقليمية ودولية وحتى داخل العراق، وفي الآونة الأخيرة وفي زيارة مساعد وزير خارجية أمريكا إلى أربيل وطرح هذه القضية بشكل مباشر على الحزبين، وأبدت يعني المخاوف من أن هذه الخلافات سوف تؤدي إلى تكون لديها نتائج سلبية وأمنية سواء داخل الأقليم وحتى في العراق وحتى على المصالح الأمريكية. تحديدا تسمح لي سيد ديار، يعني في سؤال عن مدى عمق هذه الخلافات، ممكن أن تقرؤون فيه مخاطر على الواقع الأمني والاقتصادي المتضرر أصلا في الأقليم؟ نعم، هذه الخلافات حقيقة جانبين، يعني هي خلافات سياسية حول رؤية وقراءة الاتحاد الوطني الكردستاني في إدارة الدولة العراقية وكذلك بإدارة الأقليم. يعني هناك مسائل خلافية كثيرة تتعلق بمسألة الانتخابات وآلية الديمقراطية هناك، وكذلك مسألة تفعيل المفوضية، هذا من جانب. وهناك على الجانب الإداري والأمني والمالي داخل الحكومة أيضا كانت هذه مجموعة من الخلافات، يعني ازدادت إلى أن وصلت إلى مرحلة أن الاتحاد الوطني الكردستاني لجأ إلى بغداد وطالب القوى السياسية بمباشرة بشكل غير مباشر، لأنه إذا استمر أربيل التعامل هكذا مع السليمانية والتميز وشخصا رئاسة الوزراء بالتمييز بين المدن و مسألة الحصار المالي وعلى مدينة السليمانية التي هي منطقة نفوذ الاتحاد الوطني الكردستاني، إذا ما استمرت هذه الخلاف بكل تأكيد سوف نذهب إلى بغداد ونطالب بفصل الواردات ومستحقات الاتحاد الوطني الكردستاني وعدم ذهابها إلى أربيل تصل من بغداد إلى السليمانية مباشرة. يعني كل هذه الخلافات أدت إلى حقيقة وصلت إلى أن طلب رئيسة الأقليم كردستان وفي زيارتها الأخيرة إلى أربيل طلب السيد السوداني بتدخل في هذا الموضوع وأن يكون له دور وساطي في حل هذه المشاكل، لأن حقيقة عندما تزداد هذه المشاكل سوف تكون لديها نتائج سلبية على الواقع في أقليم كردستان وتنعكس سلبا أيضا على عامة العراق. وهذا ما صرح به السيدة سفيرة الولايات المتحدة اليوم، رحبت بهذا الاتفاق وهذه الجلوس على هذه المفاوضات واللقاء الذي حصل اليوم، رحبت من قبل الولايات المتحدة وكذلك البريطانية، وكذلك أنا باعتقادي سوف تكون مصدر يعني ارتياح لجميع القوى السياسية في العراق. أرجع لك إلى نقطة مهمة ذكرتها حول فصل الواردات، هاي بها تفاصيل خطيرة أرجع لك عليها بعد أن أرحب مرة أخرى بكم دكتور هيثم. كيف قرأتم لجوء الأحزاب الكردية إلى المركز إلى بغداد لحل أو للتوسط لحل الخلاف بينهما؟ ابتداء أرحب بك وبضيفك الكريم وجمهوركم الكريم. الحقيقة أنه ربما الخلافات ازدادت وتأزمت بعد انتخابات 2021، حيث شعر الاتحاد الكردستاني بأن هناك محاولة إقصاء ومخالفة للاتفاق الضمني
بمحاولة الحزب الديمقراطي بالسيطرة على رئاسة الإقليم ورئاسة الجمهورية، وهذا خلاف الاتفاقات المتبانى عليها بين الحزبين في الفترات السابقة. ثم تم تسوية هذه الأزمة، كانت هناك خلافات حول برلمان الإقليم، وتم التوافق حول أن تكون الانتخابات يوم 18 تشرين القادم. كانت هناك وساطات دولية، السيدة بلاسخات تدخلت أكثر من مرة، بريت ماكوغ مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية أيضا تدخل. هناك شعور لدى حزب الاتحاد الكردستاني بأن هناك تميز أو تمايز في العملية الإدارية والمالية وحتى الأمنية في داخل الإقليم، وهناك مركزية وعدم تساوي أو عدم عدالة في توزيع الواردات المالية للسليمانية مع باقي المحافظات التي تقع في نفوذ الحزب الديمقراطي. هذا أدى إلى شد وجذب، وبالنهاية أدى إلى انسحاب ممثلي الاتحاد الكردستاني من حكومة الإقليم، فبالتالي انسدت الكثير من قنوات الحوار. وعلى هذا الأساس يعني كانت المطالبات بتدخل أطراف أخرى سواء كان دولية أو كان بعض القوى لكن السياسية. عادة دكتور هيثم إذا تسمح لي أقاطعك، عادة الأحزاب الكردية تلجأ إلى طرف دولي لحل الخلاف الداخلي في الإقليم بين الأحزاب الكردية كتركيا أو الطرف الأمريكي. شو اللي اختلف هالمرة بحيث تلجأ إلى حكومة المركز؟ هل شعرت الأحزاب الكردية بعدم نجاعة أي حل يأتي من طرف خارجي باعتبارها طرف خارجي عادة ما تبحث عن مصلحتها؟ الحقيقة أنه الموضوع هو كله موضوع داخلي، والأطراف الخارجية جربت سابقا التدخل، لكن ليس كل الأحزاب الكردية تمتثل للإرادات الخارجية، وكان أكثر من مرة هناك تدخل، لكن يبقى نفس التمييز في الواردات المالية للمحافظات. اللجوء إلى بغداد يعني كانت هناك زيارة للسيد رئيس الإقليم السيد نجوان برزاني إلى بغداد، واتصل ببعض قوى الإطار، اتصل بكتل سياسية قريبة من السيد بافل طلباني، كانت له زيارة إلى سماحة الشيخ قيس الخزعلية الذي معروف بأنه له علاقات حميمة مع السيد بافل طلباني، علاقات أخوية. أيضا هناك طلب من السيد السوداني باعتباره شخصية وسطية وهو قريب لكلا الحزبين الكرديين، وإن الخلاف بينهما يؤثر حتى على موضوع الموازنة، يؤثر على المشهد السياسي في داخل بغداد. بالتالي نتمنى أن تكون هناك تسويات ترضي الطرفين وأن تضمن طيب. حقوق الاتحاد الكردستاني، وأن يكون هناك عودة إلى حكومة الإقليم، وأن ينتهي هذا الإشكال بدون أن تكون هناك تشنجات. طيب دكتور، التقارب ما بين المركز والإقليم إلى أي درجة أثر بأن يكون السيد محمد الشياع السوداني مقبولا كدور وساطة ما بين الأحزاب الكردية وحل قضايا الإقليم؟ دكتور هيثم. عفوا، السيد السوداني من خلال سياسته منذ استلامه للسلطة هو كان شخصية متوازنة، يعمل على إيجاد حلول توافقية، يعمل على حلحلة الأزمات التي يمر بها كل طرف، وهذا ما شهدناه في سياسة الخارجية في العراق، وكان له دور كبير بتسوية مشاكل العراق الخارجية، كان له دور كبير في التقارب والاتفاق بين إيران والعربية السعودية، وهذا يعني موضوع كان من أعقد المسائل. العراق قاد 5 جولات مفاوضات للتقريب بين العربية السعودية وإيران، كان له دور ممتاز في موضوع تحسين العلاقات مع تركيا التي كان رد فعلها إيجابي، وأطلقت المياه إكراما لزيارته إلى تركيا، كان له دور في التقارب بين العراق وبين محيطه العربي في الخليج، بحيث أصبح محور مؤثر في داخل المنطقة بشخصيته بسياسته بأسلوبه في حل الإشكالات، هو أصبح موضع ثقة وما يتمتع به من كاريزما، إضافة إلى علاقاته المتوازنة مع
كلا الطرفين المختلفين في داخل الإقليم، سواء علاقاته جيدة جدا مع الاتحاد الكردستاني وعلاقاته جيدة جدا مع الحزب الديمقراطي، وهو كان في منتدى في أربيل قبل أيام ووصل إلى توافق مع السيد نجوان بغزاني حول حلحلة الكثير من المسائل. بالتالي أعتقد أن كلا الطرفين لديهما موثوقية بالسيد السوداني، إضافة إلى كياسته وقدرته على حلحلة الأزمات، وهو طرف موثوق لأن يكون وسيطا بين الحزبين الكرديين. أرجع لك سيد ديار، وكنت تتحدث عن قضية فصل الواردات في حال استمر هذا الخلاف، ممكن أن يتطور هذا الموضوع إلى فصل إداري، فصل سياسي، وتكون هناك إدارة مستقلة عن إدارة أربيل في السليمانية؟ يعني حقيقة نحن في نرى أن الأرضية في السليمانية ومساحة الديمقراطية والحرية الموجودة في السليمانية لا يعني يقبل منا أن يعني يزداد هذه المشاكل. وكلما نرى أن هناك مشاكل بين أربيل وبين بغداد، فالمواطن بصورة عامة في أقليم كردستان يتضرر، ولكن في نحن نرى أنه في المناطق المتنفذة من قبل الاتحاد الوطني الكردستاني أكثر تضررا. فيعني نجد في الآونة الأخيرة وقلة السيولة وكذلك المشاكل المالية وتأخر الرواتب، كل هذه الأمور يعني حقيقة المواطن في عامة أقليم كردستان وفي سليمان يقبل منا أكثر من ذلك. ولذلك طالبنا ولأكثر من مرة الحزب الديمقراطي الكردستاني بالعودة إلى الحوار والجلوس وحل هذه المشاكل حلولا جذريا، ولكي يكون هناك لأقليم كردستان واجهة يعني ديمقراطية وواجهة يعني متميزة في المنطقة. لكن للأسف المشاكل ازدادت يوما عن يوم إلى أن وصل إلى حد المقاطعة، وبعد ذلك اللجوء. وصرح المتحدث باسم السيد قباط طالباني حقيقة بأنه إذا استمر هذه الخلاف بهذا الشكل سوف نلجأ إلى بغداد ونقوم بحل هذه المشاكل بصورة غير الذي معتاد عليه. ولو ننظر إلى يعني حقيقة الآن في الواقع يعني هناك إدارتين وهناك منطقتين نفوذ. المنطقة تسيطر عليها الاتحاد الوطني الكردستاني أمنيا وإداريا، وكذلك بالنسبة للمناطق المتنفذة من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني في أربيل ودوق. فمن الناحية الأمنية يعني الأرضية مهيئة، يعني إذا استمرت هذه الخلاف فقط يحتاج إلى مسائل مالية. يعني ولو اليوم اجتمع كلا الطرفين و نتمنى أن لا يصل المسألة إلى هذا الحد، لأن إذا وصل الأمور إلى هذا الحد أنا باعتقادي الشخصي سوف ستكون هناك نتائج سلبية بعد هذه المسألة، وتكون هذه النتائج سلبا على العراق عامة. لكن اليوم ونجد وهذا اللقاء الذي حصل بين كلا السيد قباط طالباني والسيد مسرور بارزاني، هذه خطوة مهمة لحلحلة هذه المشاكل واحتواء ما تبقى من المشاكل. نعم. طيب دكتور هيثم، الخلاف إذا ما استمر كما ذكر سيد ديار، يعني ممكن أن يكون هناك انفصال مالي عن إدارة أربيل أو إدارة الإقليم في أربيل، وربما يكون هناك انفصال سياسي أصلا وتستقل السليمانية عن باقي الإقليم. لكن بالنسبة للمركز، هل يشجع أو يرغب أو ممكن أن يستثمر هكذا انفصال إن حدث ما بين القوى الكردية؟ طبعا هو من الناحية العملية السليمانية وما حولها خاضع للاتحاد الكردستاني من الناحية الأمنية وحتى من الناحية الإدارية، وأربيل أيضا خاضع للديمقراطي الكردستاني. ولكن وجود أزمة بين الحزبين في الموضوع الإداري إذا وصل إلى هذا الأمر سينعكس على تأزم الوضع حتى في بغداد. يعني بغداد لا تتمنى أن تكون هناك مشاكل في داخل الإقليم تؤخر تنفيذ البرنامج الحكومي، تؤخر مشاريع التنمية،
توخر فرص استثمارية كبيرة بين بغداد والإقليم، بحاجة أن نتجاوز العقبات كي يتم الاستفادة منها، مثل طريق التنمية، مثل استثمارات حقول الغاز، استثمارات نفطية، استئناف تصدير النفط من كردستان. بالتالي موضوع الخلاف بين الحزبين إذا وصل إلى هذا الموضوع سوف يكون يعني أزمة أو مشكلة حقيقية، وإن كان هو من الناحية الدستورية يعني كما ذكر الزميل وكممكن يعني زميلي الضيف أنه ممكن أن تكون الاتحاد الكردستاني فقط يحصل على التمويل من بغداد، كل الأمور لديه جاهزة لكي يكون إقليما مستقلا، لكن نتمنى أنه يصل الحزبان الكرديان في كردستان إلى توافق، وأن تكون رؤيتهما مشتركة، وأن يكون هناك رؤية موحدة اتجاه إدارة الدولة العراقية مع بغداد. وشهدنا الفترة الأخيرة حل حالة الكثير من المشاكل، وحديث السيد السوداني بأن فرص الاستثمار أهم بكثير من العقبات التي تقف في طريقنا. بالتالي لابد أن يكون هناك توافق، لابد أن تكون هناك تنازلات، لابد أن يكون هناك حفظ للحقوق أيضا. يعني الاتحاد الوطني الكردستاني يطالب بمطالب عادلة، أن تكون هناك مساواة في الإنفاق المالي، مساواة في إدارة الملفات في الإقليم، وفي تقاسم السلطات. وأعتقد هذا الأمر عادل، يعني لابد أن يكون هناك تسوية بين الحزبين للوصول إلى هذا الحل. طيب سيد ديار، ليش عندكم يعني او ما عندكم رغبه باجراء الانتخابات كما يرغب الحزب الديمقراطي الكردستاني بموعدها المذكور؟ تحسون بوجود خطر من هذه الانتخابات على الاتحاد؟ حقيقه استاذ العزيز، نحن لا نخشى من الانتخابات، ونحن طالبنا اكثر من مره بان نجري الانتخابات، لكن انتخابات ليست على الشاكلة الأخيرة، وإنما تكون انتخابات نزيهة وانتخابات شفافة. وحقيقة نحتاج إلى، مثلا لو ننظر إلى الحكومة الاتحادية والانتخابات في بغداد، نجد أنه جرت تعديلات أكثر من مرة على قانون الانتخابات، لكن قانون الانتخابات في إقليم كردستان قانون قديم، قانون يعود إلى عام 1992، لدينا ملاحظات على هذا القانون. نحن طلبنا ليس الاتحاد وحده، وإنما الأحزاب السياسية في أقليم كردستان عدا الحزب الديمقراطي الكردستاني، كلهم كانوا مع تغيير هذه القوانين. يعني ومسألة هناك يعني دائرة واحدة في أقليم كردستان، بينما نجد أنه في الانتخابات التي تجري في عام عموم العراق أنه تكون هناك دوائر متعددة. وكذلك ملاحظاتنا على مسألة سجل الانتخابات، وكذلك مسألة الكوتا، ومسألة تفعيل المفوضيات. قلنا يعني إذا استمرنا على هذه الحالة فإن العملية الديمقراطية بشكل عام ستكون في خطر في عموم أقليم كردستان. نحن لا نخشى من الانتخابات، وإنما طالبنا أكثر من مرة، وحتى السيد بوف طالبني، أشار رئيس الاتحاد بشكل واضح، لو أجرينا هذه التعديلات القانونية على هذه المسائل نحن مستعدون أن تكون الانتخابات غدا، وسنشارك بكل تأكيد، لكن على هذه الطريقة نحن لا نكون مع هذه الانتخابات، لأن الانتخابات تكون مش يعني تؤدي إلى تشويه الديمقراطية في أقليم كردستان. الشكر جزيل لكم عضو الاتحاد الوطني الكردستاني السيد ديار عقراوي، كنت معنا ضيفا كريما عبر سكايب من ادهوك. شكرا لكم سيد ديار، والشكر جزيل لكم المحلل السياسي الدكتور هيثم الخزعلي، كنت ضيفا كريما من بغداد. شكرا لكم. اذا مشاهدينا ننتقل سوية الى ملفنا الاخر من الحصاد وابرز ما فيه.
أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وللحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب سوية بضيفنا الكريم بالصوت والصورة من بغداد، القيادي في تحالف عزم النائب السابق حيدر الملا. أهلا بكم سيد حيدر ضيفا كريما. بداية أستاذ حيدر، اليوم نتحدث في هذا الملف عن طبيعة ملفات فساد وبعض الأضلاع المهمة المتورطة فيه خصوصا في محافظة الأنبار. هل يمكن القول فعلا أن هناك منظومة فساد، مو فساد غير منظم ومجرد أفراد يقومون بهذه ممارسة هذه الآفة المستشرية في كل العراق، لكن في الأنبار ممكن أن تكون منظومة متكاملة؟ شكرا جزيلا، حياك الله، تحية لحضرتك ولجمهور قناة الأيام ولكافة أبناء الشعب العراقي. أكو مشكلة يعني عندي بالصوت، يعني عندي مدى أسمع فيحتاج ان شاء الله ان اعلي صوتك، يعني تعلي صوتك، ولكني كاني فهمت من سؤالك انه تتكلم عن خلافات في محافظه لا الأنبار. خلي اعد لك السؤال سيد حيدر، عن طبيعه ملفات الفساد في محافظه الانبار. هل وصل الفساد في الانبار؟ هو مستشري في كل محافظات العراق في كل مفاصل الدوله، في الانبار هل وصل الى مرحله ان يكون منظومه فساد؟ شوف، انا يعني صار لي 20 سنه اطلع اتكلم بالاعلام، نعم، ولا مرة متكلم بملف فساد تخصصي، لأني أعتقد معالجة الملفات الفساد التخصصية تعالج مو عبر وسائل الإعلام، وإنما تعالج عبر المؤسسات الرقابية وعبر القضاء. لكن دائما ما كنت أتحدث عن فساد في المنظومة السياسية، وهذا الملف أخطر حتى من الملفات التخصصية. الأنبار وذي قار والبصرة وبغداد، هي جميع هذه المحافظات عانت من فساد إداري، سوء إدارة، وعانت من فساد مالي طيلة السنوات الماضية. ويعني أنا سأقتبس كلمة تحدث بها السيد رئيس مجلس الوزراء محمد الشياع عندما قال مكافحة الفساد تحتاج إلى إرادة وقرار، أضيف إلها وتحتاج إلى القرار والإرادة في أن يكون هنالك حاضنة سياسية تؤمن أنه يجب أن نكون أمام مرحلة جديدة ومكافحة حقيقية لملف الفساد الذي وصف في البرنامج الحكومي الذي قدمه السيد محمد الشياع بجائحة الفساد. نعم، مثل هكذا توصيف يحتاج إلى إجراءات غير تقليدية، تحتاج إلى أن يضع الجميع تحت مجهر المحاسبة، خاصة في عقلية أبناء الشعب العراقي أنه مو كل الطبقة السياسية متهمة والمتهم بريء حتى تثبت إدانته، إنما في العقلية العقل الجمعي للمجتمع العراقي يعتبرون أن كل الطبقة السياسية هي مدانة بملف الفساد. ولا ألوم أبناء الشعب العراقي إذا ما تولدت لديهم مثل هذه الصورة الانطباعية، لأنه عندما يسمعون بموازنات انفجارية على مدار 20 سنة الماضية مع المخرجات لهذه الموازنات، على لا يجدون ظلال وإسقاطات حقيقية في الملف الخدمي الصحي التربوي وإلى آخره. طيب، من الملفات ففي الأنبار نعم حالة حال بقية المحافظات بكل تأكيد تعاني من فساد حقيقي. نعم، واليوم الكل يترقب نتائج واضحة لهذه التحقيقات، سواء تلك التي فتحت في محافظة الأنبار أو تلك التي تتعلق بسرقة القرن. حيدر، تحديدا محافظة الأنبار، يعني ملفات الفساد اللي ظهرت ضد الحزب الحاكم بالأنبار، تعتقد هي سحبة بساط الشعبية من تقدم؟ يعني شوف، أنا قايلها أكثر من مرة، التقدم والحلبوسي حالة سلطوية مو حالة شعبية. الحلبوسي لم ينبت من الأرض ليصل إلى موقع رئاسة مجلس النواب. تنظيم داعش الإرهابي سلب الفاعل السياسي السني العنصرين الأساسيين التي يحتاجها أي سياسي أو أي جهة سياسية، الأرض والجمهور. الأرض أصبحت محتلة من تنظيم داعش الإرهابي والجمهور نازح. حالة الفراق أنتجت الحالة الحلبوسي. تقدم الحلبوسي هي حالة سلطوية مقترنة بوجود الحلبوسي في موقع رئاسة مجلس النواب. بمعنى آخر،
لو خرج الحلبوسي موقع رئاسة مجلس النواب. لا أعتقد لا بوجود حالة حزبية اسمها تقدم ولا وجود حالة شعبوية مساندة. هذا من جانب. من جانب آخر بكل تأكيد ملف الأراضي في الأنبار وملف صندوق الأعمار وملف الاستثمار في الأنبار وملف التربية وملف ملفات عديدة وإدارة ملف الملف ملف ظهر أخيرا عدد المستشارين العدد الكبير لمحافظة الأنبار. أحسنت، مجموعة كبيرة من الملفات. إذا ما ترشحت التحقيقات القانونية عن توجيه أصابع الاتهام للحزب تقدم ورئيس حزب تقدم، أكرر إذا ما ترشحت من هذه التحقيقات فبكل تأكيد ستنهي هذه الظاهرة التي حاولت أن تسيطر على المحافظة عبر الأربع سنوات الماضية. طيب ليش ركزت إذا ما ترشحت هذه الاتهامات؟ أنا إنسان قانوني، يعني أتعامل أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. أنت ولا أستطيع أن أتعامل مع التسريبات اللي تحدث في السوشيال ميديا. هنالك تحقيقات أنا مطلع عليها، حسنا فعل السيد رئيس مجلس الوزراء وحسنا عندما حث الجهات الرقابية في أنه لا يوجد أحد فوق القانون، وهنالك تحقيقات في هذه الملفات، وكقانوني أنتظر نتائج التحقيقات. أرجع وأكرر، توجيه أصابع الاتهام عبر تسريبات في السوشيال ميديا هذا معناها أعتبرها جزء من حالة فساد. لكن سيد حيدر أحس بك ماخذ حذرك بالحديث هاي بسبب يعني القضية رفعها عليك السيد الحلبوسي. لا أبدا، ما الموضوع ما له علاقة بهذا الشيء. أرجع، هذا ناتج من خلفيتي القانونية. دائما أنا أتكلم أنه السوشيال ميديا، يعني أنا أتذكر يعني دائما في اجتماعاتنا مع الشباب بالمكتب أقول لهم أنا إذا أرد أدخل السوشيال ميديا حتى أبوع شكو أكاذيب قاعدة تروج. عندما مثل ما صارت عندنا بأزمة كورونا، على غفلة قرروا 42 مليون عراقي يصيرون كلهم أطباء، وقرروا يفتون أنه الفايزر أحسن من استرازينيكا والفاكسين اللقاح بتأثيرات جانبية. هذا مو منطق. التحقيقات هي ونتائجها هي التي نركن إليها. أما أنه أنا والله اليوم أسرب خبر بالسوشيال ميديا، لا، أنت بالإعلام وبالسوشيال ميديا تحدثت عن امتلاك الحلبوسي مثلا طائرة خاصة وبذخ بالأموال وغيرها. قضية الطائرة يمكن الكثير من المسؤولين عندهم طائرات خاصة وعندهم هذا البذخ، ولذلك الحلبوسي ظاهر عليه أكثر من الباقين. عفوا، الآن سأكرر نفس الكلام. تفضل. أنه اليوم سواء الحلبوسي أو غير الحلبوسي، نعم، على الجهات الرقابية عندما يتم استخدام طائرات خاصة في زيارات شخصية مو في زيارات، اليوم مثلا تعرف الإفادات الرسمية للرئاسات هنالك الطائرة الرئاسية تستخدم، مسألة جدا طبيعية. ما موجودة الطائرة الرئاسية أنه أكو من ميزانية السلطة التي يرأسها أن يستأجر طائرة خاصة يمثل العراق، بالعكس هذا شيء نشجعه. اليوم هدي يمثل العراق ما دي يمثل نفسه، لكن عندما نسمع عن في زيارات خاصة استخدام لطائرات خاصة، هذه الطائرات الخاصة مبالغها جدا ضخمة. من حقي ومن حق أي عراقي أن يطالب الجهات الرقابية في أن تدقق عن مصدر هذه الأموال. يعني من أين لك هذا؟ كل من اشترك بالعملية السياسية ومن ضمنهم أنا المتحدث حيدر الملة، أبناء الشعب العراقي يريدون تفعيل لهذا القانون، من أين لك هذا؟ يعني ناس مثلا يعني معروفين في تاريخهم ومعروفين شنو إمكانياتهم المادية، معروفين في أواسطهم الشعبية، ثم على غفلة نجد مظاهر مبالغ فيها من الثراء والثروة، فبحق طبيعي في أن نطالب الهيئات القضائية. طيب هذا حديثك خلي رجعنا بمصادر الأموال. مصادر الأموال، وهذه هي المصادر ترجعنا إلى محافظة الأنبار، وهي التغطية الواسعة لمحافظة واسعة واحدة، تزوير سندات، تضخم في أعداد المستشارين، الغطاء السياسي، هل أمن هذه التحركات هذه النشاطات المشبوهة؟ يعني شوف، هنالك متغير جدا كبير في عهد حكومة السيد محمد الشيع. عندما نتكلم عن محافظة الأنبار الكل يعلم أنه الحلبوسي اللي يعني وحزبه مسيطرين على هذه المحافظة. المساحة اللي أعطاها رؤساء الوزراء السابقين وتحديدا السيد عادل عبد المهدي والسيد مصطفى الكاظمي
إلى محمد الحلبوسي في أن يتمدد على مساحة القائد العام للقوات المسلحة وأن يتمدد على صلاحيات رئيس مجلس الوزراء في المحافظات ذات الغالبية السنية. نعم. قطع عنه الطريق في عهد حكومة محمد الشيع، وحسنا فعل السيد رئيس مجلس الوزراء السوداني عندما ثبت مبدأ الفصل بين السلطات وأن لك اختصاصات لرئيس مجلس النواب ليس مسموحا للسيد الشيع في أن يتدخل بها. طيب. والعكس صحيح، هنالك اختصاصات حصرية للقائد العام للقوات المسلحة ولرئيس مجلس الوزراء، ليس من حق رئيس السلطة التشريعية في أن يتدخل بها أو يتمدد في هذه الساحة. هذا الموقف لحكومة السيد محمد الشيع بكل تأكيد أزعج محمد الحلبوسي وجعل نوع من الخلاف بينه وبين السيد رئيس مجلس الوزراء، وقوض سلطته في هذه المحافظات. وأيضا عندما ألحقها السيد رئيس مجلس الوزراء بالتغييرات للمدراء العامين، وشملت مثل هذه التغييرات مدراء كانوا يخضعون لهيمنة حزبية من بعض الجهات، أيضا قوض من يريد أن يستخدم النفوذ السياسي على حساب منطق الدولة. ولذلك أنا أعتقد خطوات السيد محمد الشيع طيب سيدعمها كل من يؤمن بمنطق لكن الدولة، وسيتقاطع طيب معه كل من يريد أن يجعل السلطة السياسية نعم. فوق سلطة القانون طيب. وسلطة الدولة. أنت تثني عن خطوات وإجراءات وسياسة السيد محمد الشيع السوداني كرئيس لمجلس الوزراء، لكن شنو اللي سواه حول قضايا محافظ الأنبار وهذه التهم الخطيرة؟ ليش لحد الآن ماكو إقالة وأي إجراء؟ يعني أرجع وأقول القضية تحتاج إلى نتائج واضحة في التحقيقات ونتائج سريعة، يعني مو أن يتعكز أو تتعكز حكومة السيد السوداني أو يتعكز القضاء لا. على أنه والله لا نستطيع أن نتخذ إجراء إلا أن تنتهي التحقيقات. وبالنتيجة اليوم إذا يسمعنا ابناء الشعب العراقي يقول لك شبعنا من قضية التحقيقات واللجان، لأنه نعتبرها مثل المقبرة التي تدفن فيها ملفات الفساد. نعم كقانوني أقول نحتاج إلى تحقيقات قانونية حاسمة، ولكن أيضا عنصر الزمن وعنصر الوقت جوهري في أن تكشف مثل هذه الملفات ومن متورط بها. النتائج تدل على وجود فساد كبير، لكن التحقيقات هي التي تشير بشكل محدد وواضح ودقيق على من تورط بمثل هذه الفساد. طيب. لأنه جزء من حالة الفساد هو أن نخلق حالة عقل جمعي، الكل متورط. الفاسد يعني يستانس على مثل هذا التوصيف عندما يقول الكل فاسد، لأنه راح يتيه بين غير الفاسدين. أقول هنالك فساد كبير وهنالك خير كثير في المقابل، ولكن عدم معاقبة الفاسدين خلى المشهد يختلط لدى أبناء الشعب العراقي بحيث لا يستطيع أن يميز بين الصالح خصوصاً أبناء السنة المناطق والمحافظات السنية وجمهوركم السني. سيد حيدر، ربما استشعر بعض السياسيين السنة مخاطر كل هذه الملفات على جمهورهم ومواطنيهم، وبالمقابل عندكم الجمعة اجتماع موسع لقوى سنية لتشكيل تحالف، يمكن الحلبوسي خارج دائرة هذا التحالف سيكون بحسب بعض التسريبات. أكون هي الاستبدال إذا انحدث هذا التحالف فعلا ووجد القوى البرلمانية، ممكن أن يتم استبدال الحلبوسي؟ يعني شوف هنا عملية استبدال الرئاسة لها علاقة بعملية اختيار ذات الرئاسة، وكما تعلم حضرتك اليوم احنا الوضع السياسي في العراق يسير على سكتين منذ 2003 ولحد يومنا هذا، سكة النص الدستوري وسكة التوافقات والتفاهمات السياسية. في سكة التفاهمات السياسية تعرف أي سلطة من السلطات تحتاج إلى قرار من المكون الذي يرشح إلى هذه السلطة، بمعنى من نقول رئيس مجلس الوزراء يختاره الفاعل السياسي الشيعي، فنحتاج إلى قرار يمثل رأي الفاعل السياسي الشيعي إن لم يكن بالإجماع فعلى أقل تقدير في النصف زائد واحد. وكذا الحال في رئاسة مجلس النواب، الفاعل السياسي الشيعي يتعاطى مع القرار السني. القرار السني رشح السيد محمد الحلبوسي إلى رئاسة مجلس النواب بعد انتخابات
تشرين 21 عندما يعني دعمه السيد خميس الخنجر وشكل معه تحالف السيادة الذي يشكل أكثر من ثلثي أعضاء مجلس النواب، ولذلك تفاعل الفاعل السياسي الشيعي بإيجابية. المعادلة اليوم تغيرت من الناحية السنية، بمعنى المعادلة السياسية السنية ما عادت مبنية على ركيزتين، ركيزة السيادة اللي يمثل الشيخ خميس الخنجر ومحمد الحلبوسي، وركيزة العزم اللي يمثلها السيد مثنى السامرائي وأحد قياداتها السيد أحمد الجبوري أبو مازن. اليوم أصبحت الركيزة ثلاثية، السيادة شكل كحزب يرأسه خميس الخنجر، وتقدم اللي يرأسه محمد الحلبوسي، وعزم اللي يرأسه مثنى السامرائي. ولذلك إذا ما ترشح قرارا سنيا بالنصف زائد واحد وتشكلت لديه رغبة باستبدال رئيس مجلس النواب، فالفاعل السياسي الشيعي والكردي سيتعارض. بصراحة يعني ما الجواب السياسي سيد حتى حيدر؟ حتى أوضح لك إياه بشكل، هذا الملف هو ملف مؤجل ليس له أولوية الآن، باعتبار أولوية كل الحراك السياسي وتحديدا لدى السيادة والعزم متجهة لإقرار الموازنة حتى تستطيع عجلة حكومة الشيعة أن تنفذ البرنامج الحكومي. طيب بعد كان الموضوع مؤجل، ليش يتم حاليا تداول أسماء بدلاء للسيد الحلبوسي كسالم العيساوي أو خالد العبيدي؟ يعني أنا أجزم لك أنه القرار السني لدى الشيخ خميس الخنجر ولدى مثنى السامرائي ولدى أحمد الجبوري أبو مازن متجه في هذه المرحلة لإقرار الموازنة. بعد إقرار الموازنة قد يطرح مسألة استبدال رئيس مجلس النواب، وما يملكه هذا هذه القيادات النصف زائد واحد بأريحية كبيرة. وإذا ما قدموا مثل هذا الطرح يقينا الفاعل السياسي الشيعي بكل مكوناته وكذلك الفاعل السياسي الكردي سيتعاطى مثل مع هذا الطلب. طيب. ويقينا أقول لك إياها بعد إقرار الموازنة سيتم طرح استبدال السيد محمد الحلبوسي. طيب، هل تذكرت قضية تغير بالمعادلة السياسية السنية تحديدا؟ أكو مؤشرات أيضا عن تصدع في الجبهة السنية عقب مساعي لاستجواب وزير التربية، يعني نية الدفع في هذا الاستجواب سيد حيدر، هل هي نية سليمة أم هو مؤشر حقيقي على التفكك السني؟ لا، مو مؤشر، بالعكس. شوف، يعني هذا سؤال كلش مهم وخليني أوضحه، لأنه مع كل الأسف ليس فقط في البعد الشعبي ماكو معرفة لطبيعة وأنواع الرقابة، لكن حتى في بيئتنا السياسية أكو جهل لدى كثيرين عذرا لطبيعة الرقابة. هي ثلاث أنواع: رقابة سياسية يقوم بها مجلس النواب، ورقابة قانونية يقوم بها القضاء، ورقابة شعبية تقوم فيها الفعاليات الجماهيرية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام. رقابة مجلس النواب هي رقابة سياسية. منح الثقة للوزير هو تعبير عن إرادة سياسية، وسحب الثقة عن الوزير أيضا هو تعبير عن إرادة سياسية. عادة في الأنظمة البرلمانية هنالك أحزاب إرادتها متجهة إلى دعم الحكومة تسمى بالموالاة، وهنالك أحزاب تتجه إرادتها نحو إسقاط الحكومة وتسمى المعارضة. حكومة السيد محمد الشيع لديها تحالف موالي اسمه تحالف إدارة الدولة، مشكل من قوى الإطار التنسيقي الفاعل السياسي الشيعي، ومشكل من مجموع القوى السنية اللي يمثلها تقدم اللي يرأسه الحلبوسي، والسيادة اللي يرأسه خميس الخنجر، وعزم اللي يرأسه مثنى السامرائي، بالإضافة إلى البارتي والاتحاد وكتلة الأخوان المسيحيين اللي يرأسه الشيخ ريان الكلداني ومجموعة من المستقلين. فعندما يبادر أو تبادر جهة سياسية ضمن التحالف الموالي لدعم الحكومة إلى استجواب الحكومة أو أحد وزراء الحكومة، هذا معناه انتقال حزب تقدم اللي يرأسه محمد الحلبوسي من أن تكون إرادته السياسية داعمة إلى الحكومة إلى أن ينتقل بإرادة سياسية جديدة اسمها استهداف وإسقاط الحكومة.
ولذلك أنا لا أنظر عملية الاستجواب اللي يقودها حزب تقدم على أنه هو استجواب لوزير التربية، وإنما أراه هو إرادة سياسية جديدة لمحمد الحلبوسي نحو استهداف حكومة السيد محمد الشيخ. طيب أنت كنت في تقدم سيد حيدر، وحاليا أنت قيادي في تحالف عزم، وذكرت تغير المعادلة السياسية السنية. جمهورك سيد حيدر كبير خصوصا في منطقة العامرية، ودعم شعبي موجود عندك. نتوقع أن تكون أين في هذه المعادلة أو تغير هذه المعادلة السياسية السنية بالأيام القادمة؟ لا شوف، أنا يعني هذا أكو دائما أكو لبس في هذا الموضوع. إحنا أيضا ما عندنا وعي جماهيري يميز بين الحالة الحزبية والحالة التحالفية. أنا حزبيا في الجبهة العراقية للحوار الوطني، وعندما قررت الجبهة العراقية للحوار الوطني اللي رأسها الدكتور صالح المطلق في أن تتحالف مع تحالف تقدم الوطني وليس حزب تقدم، تحالف تقدم الوطني في انتخابات 2021، أنا جزء من هذه الحالة الحزبية وأصبحت جزء من هذا التحالف. ولكن أنا شخصيا والجبهة العراقية للحوار الوطني عندما وجدت انحرافا في المنهج لتحالف تقدم الوطني، وأنا شخصيا عندما يعني ترشحت لدي معلومات عن من يقف وراء عملية إقصائي وإبعادي من الانتخابات، لذلك كانت للجبهة العراقية للحوار الوطني رأي آخر وانسحبت من تحالف تقدم الوطني، وهي الآن جزء من تحالف العزم اللي يرأسه السيد مثنى السامرائي. تحديدا حيدر الملة بالمعادلة الجديدة أين؟ مو بالتحالفات، يعني مواقع مسؤولية أو غيرها أو أي نشاطات أخرى؟ لا شوف، أنا من 2019 شهر الثامن 2019 يعني اتجهت منحة في إطار الخدمة المجتمعية يعني اللصيقة، ولذلك يعني كان لدي عمل كبير في منطقة العامرية وبشكل خاص ومناطق غرب بغداد بشكل عام، وأعتقد التجربة اللي خضتها يعني خلقت نوع من العدوى الإيجابية، واللي هذا كنت دائما أتكلم به أننا بحاجة إلى أن نلتصق بالمواطن العراقي، وفعلا هذه التجربة أتت بثمارها. يعني الناس العراقيين إيش قد ما تشوفهم صعبين إيش قد ما تشوفهم سهلين، بالنتيجة هو يحتاج من السياسي في أن يعيش وياه، أن يعاني معاناته، أن يحزن لحزنه، أن يفرح لفرحه، في أن يجده عندما يريد أن يلجأ له. ولذلك أنا تشوفني أصلي بالجامع الصلوات الخمسة، أمشي بالشارع، أكل بالمطعم، ولذلك الناس شافوا في النموذج الجديد اللي عنده حاجة اللي عنده أستطيع بعلاقاتي السياسية أن أقضيها له، صار شافوا في النوع من العلاقة لم يشهدوها في الفترات السابقة. ولذلك يعني أنا أكبر حتى ببعض وكثير من السياسيين عندما بدأوا ينتهجون مثل هذا المنهج، لأنه بالحقيقة بدون إعادة الثقة بين الطبقة السياسية وبين الناس لا نستطيع أن نحقق منجز مجتمعي. الشكر جزيلا لكم القيادي في تحالف عزم السيد حيدر الملا، كنت ضيفا كريما، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول لكم مشاهدينا. إلى هنا وصلنا وإياكم ضيفنا الكريم إلى ختام حصادنا لهذه الليلة، وإلى اللقاء في حصاد آخر.